حدد البسط والمقام في الكسر 3/4. هنا دعونا نكتب هذا بصورة واضحة. اسمحوا لي أن أكتب الكسر، لدينا 3/4 أو 3/4، ونريد تحديد البسط والمقام. إذن البسط والمقام، فالبسط هو العدد الموجود في أعلى الكسر، إذن البسط هنا 3، ونريد أن نحدد المقام أيضا. المقام عبارة عن العدد الموجود في أسفل الكسر وهو 4، إذن ما هو البسط؟ 3، وما هو المقام؟ إنه 4، أي العدد في أسفل الكسر. كان بالإمكان أن يسمون البسط بالعدد العلوي ويسمون المقام بالعدد السفلي، لكن نفكر ما هو الكسر 3/4. ممكن أن تقول إنها 3/4 قطعة من الفطيرة، إذا يمكنك أن تتخيل المقام على أنه سيقسم الكسر أو كم قطعة لدينا في المجمل. إذا دعونا نتصور فطيرة، نرسم فطيرة مربعة الشكل، فطيرة مربعة يبدو أنه بالإمكان أن يكون لدينا فطيرة مربعة، وهذا العدد الموجود في أسفل الكسر يمثل القطع التي لدينا في الفطيرة، وثلاثة أي البسط يمثل 3 قطع من أصل 4 في الفطيرة. هنا القطعة الأولى، استخدم اللون الأزرق، وهذه الثانية، ويتبقى لدينا القطعة الأخيرة وهي الثالثة. إذن الفطيرة أو يتكون لدينا 3 قطع من أصل 4، وهي القطع التي سأكلها أو أتناولها. ولدي فطيرة أخرى هنا لتكون دائرية، وسأحاول أن أقطعها إلى 4 قطع متساوية تقريبا. وإذا قال شخص أنه أكل 3/4 من فطيرة، فهذا يعني أن 3 هي البسط و4 هي المقام، فتقرأ على نحو 3/4، أي أنه أكل هذا القدر من الفطيرة، قطع 3 من أصل 4، أو أكل 3 قطع من أصل 4. إذن لدينا 1 أو قطعة، قطعتان هنا، وهذه الثالثة. فيمكنك الآن أن تتخيل 4 على أنها المقام الذي يمثل العدد الإجمالي من قطع الفطيرة، و3 تمثل عدد القطع التي قام الشخص بأكلها، إذن 3/4.